انا بقول ازمتها في الكلام. ايوه اللي انا قلت لك عليه، الرقابه. يعني يعني اي نوع من الموسيقى اهلا وسهلا، يعني انت عايز تجرب في الموسيقى، يعني انت بتعتبرها سياق موسيقي جديد، بتعتبرها نقله موسيقيه. انا اول ناس، انا اول حد سمعني الاغاني بتاعت المهرجانات موسيقي مصري هام جدا اسمه فتحي سلام. يا سلام فتحي سلام. يا سلام فتحي سلام ده موسيقي، يعني هو ليه تجارب عالميه وبيسافر بره كتير وكذا، مهم يعني. وايام الحظر بتاع ايام ثوره يناير سنه 2011 كان في حظر تجول يعني وكده، وهو اتكلمنا وقعدنا مع بعض، ورحت له البيت عنده فقال لي انت سمعت دول، ورحمه الله علي النوع المزيك، النوع ده من المزيك اول مره اسمع الكلمه دي وكلمه مهرجانات وكذا. وقال لي في حد شغال دلوقتي؟ قلت له لا. قال لي دول شغالين زي النار في الاحياء الشعبيه وفي في الافراح، واخد بالك، وكده جميل اللي بتقام حتى رغم الحظر يعني. وقال لي ان هو راح لهم وشافهم وسمعهم قال لي الولاد دول عاملين عاملين حاجه غريبه قوي في المزيكا، يعني هم الايقاعات دي موجوده على النت. وبينزلوها وبيحطوا عليها كلام من عندهم هم بقى، ما بيمصروها يعني. بيمصروها بالظبط او بيشعبنوها يعني. بالظبط كده، واخد بالك. فقال لي وهم التريك، في تريكه كده هم عاملينها انا مش عارف دول وصلوا لها ازاي. ده فتحي سلامه اللي جايبه مع الناس. اللي جايبه واصله مع الناس، فتحي سلامه المبدع. بيقول لك مش عارف هم وصلوا لها ازاي، واخد بالك. فالمهم انه ابتديت بقى يعني اركز يعني. فلقيت انه للاسف الشديد انه التيار الجديد ده اللي كان ممكن يبقى تيار موسيقي مهم او متميز او مختلف، سيبك من انه مهم مختلف، بيعبر عن ذوق ناس، واخد بالك. لقيت قطاع طبعا، لقيت في كلام يصل الى حد ان لازم اللي قاله يتسجن. يعني الفاظ اباحيه بشكل تفهمني وكتير، فيها تحرش، فيها تنمر، فيها كل حاجه، فيها كل يعني الموبقات. الموبق بالظبط كده. فهو عايزه فلتره يعني. طبعا عايزه فلتره شديده كمان طبعاً. يعني مش احطها في السياق الطبيعي بس اللي هو بص، عندما ترفض جيل يتمرد عليه وعندما تتقبله بصدر رحب وتحاول تحلله يقوم. يعني انا المدفعجيه اللي عملوا لي غنوه مليونير اللي كسرت الدنيا، قالوا لي هم على فكره خريجين جامعه، يا دكتور نفسنا ناخد كلام من عندك ومن عند الاستاذ جمال بخيت. عندنا معنا عايزين كلام واحنا هنلحنه برضه. يعني هم عايزين مش ليه؟ لان احنا لما جبناهم سمعنا ده لما تعملوا كذا ما تعملوا كذا انا والاستاذ جمال فهم عندهم استعداد يتقبلوا، بيحترمونا جدا وبيحترموا هذا الجيل، لان احنا نفسنا ما هو عمرو بطاطا دي اللي بيكتب ده ورصيف نمره 5، ما هي الحاجات دي من زمان اندر جراوند زي ما بيقولوا يعني. بس انت لما بترفضهم بتدفعهم في حضن، صح، في حضن بقى الكلام اللي لكن هو قول له تعالى انت اللحن بتاعتك عامله ازاي، ده زي ما كمال بيقول ده نوع مزيكا. انا ما ينفعش ارفضه، انا الكلام ارفضه واقول لك في رقابه على المصنفات الفنيه تقول لي الكلام ده ما ينفعش وهكذا. لكن انت لو اصل هتمنعه ازاي في هذه السماوات المفتوحه وكل حاجه بتوصل في ثانيه؟ الذكاء ان انت اللي انا كنت بقوله في القصيده ما ترفضنيش طول الوقت، لان هتمرض عليك وهقول لك مش عايزك. فدول لازم احنا نحتضنهم، نقابه الموسيقيين، جمعيه المؤلفين. انا جبت اولاد من دول يا جمال عملت لهم اشتراكات في جمعيه المؤلفين. قلت لهم الكلام اللي يجي هنبص عليه بس كده، مش عاجبنا هنرفضه. لكن نوع مزيكا بيعمل 100 مليون شير ولايك، انا راجل بحط راسي زي النعامه كده في الرمل ومش معترف بيه وهو ناجح ومش عايزك. بس يعني هو المشكل دلوقتي ان المعجم الشعبي بتاعه جايب مع ناس، معلش، المعجب الشعبي حاجه والتجاوز والاباحيه والابتذال هو الغنى الشعبي، ما هوش عيب. هي دي يعني مش عيب ولا قله ادب. لا، يعني الغنى الشعبي انا اصلا يعني
انا بعترض على انه عايزين نفوت نمرر اي حاجه تافهه او مسفه نقول عليها اصل ده غنى شعبي. لا لا, لا 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 ينسب الى الشعر الا كل جميل. صح. واخد بالك؟ أيوة. الشعب ده اللي عمل السيره الهلاليه. والشعب ده اللي اختصر حكمه كل فلاسفه الكون في المثل الشعبي، اسمه جميل. المثل الشعبي. جميل. واخد بالك؟ فالشعب انت لم يعني لما تعرف الاغاني الشعبيه. انا لسه سامع بنت كانت بتغني كده في اغنيه شعبيه، فكانت بتقول ياما حمامي سرح ويا حمامي الواد علي. ايوه ايوه. بص الصوره، بص الصوره الجميله. اللي عايزه تقول له ما انا حبيت. بالظبط. غاب القمر يا ابن عمي يلا روحني. لما قولوا لعين الشمس ما تحماش. يا عزيز عيني.